والنبي ما تعيطيش بقى. خلاص بقى يا حبيبي ما تعيطيش بقى خلاص. ما عيطش ازاي يا ابو ياد؟ ما عيطش ازاي؟ عيد ميلادي بس النبي السنه يستنى باص خالص يا ابو ياد. معلش يا حبيبتي هو باص، هو بس عشان مدير النادي بس. افضل ادادي بس يا حبيبي مش عيط بس. بس يا حبيبي انت حلوه خالص. هو بس المدير بتاع النادي. امشي يا مدير، امشي يا وحش خلاص. هو وحش مشي. الراجل اصر يلغي العيد ميلاد عشان خاطر انت هزقتيه برضه يا حبيبتي. هو انا قلت له ايه يا مياد؟ قلت له ايه يا حبيبتي؟ ما انت بتقولي له انت راجل فاسي، مش ممكن. ايوه فيها ايه؟ انا قلت له انت راجل فاسي. طب ينفع كده؟ انا لما اقولها يا حبيبتي غير لما انت تقوليها. ايوه فيها ايه كلمه فاسي؟ يش بقى ايه القرف ده؟ النادي كله جري من حوالينا. انا بقول فاسل. ايوه ما انا قلت له. يا انت ياجي فاسي فاسي يا حبيبتي. الكلام كله ليه معنى، دي ليها ريحه. فهمتي يا حبيبي؟ ما انا كنت بقولها لاصحابي واحنا صغيرين وكانوا بيموتوا بالضحك. عشان كده يا حبيبتي كانوا بيضحكوا. بصي بقى لما تعوزي تشتمي حد تاني قولي لي وانا اشتمه لك. اوكي يا مياد؟ انا قلت لك هاتي دكتور يظبط لك الكلام. ما انا جبت يا حبيبتي دكتور عشان خاطر يظبط لك الحرفين. وقع مننا 8، اعمل ايه؟ وانا اعمل ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه. انا اللي هساعدك، سيبك من الدكتور ده. ماشي قولي ورايا. سيس سيس. طب ما انت حلوه اهو. انا مش يدغى في حرف السي. طب انت لدغى في ايه بالظبط؟ حددي. انا يدغى في حرف يه وحرف يام. طب ايه عارفينها؟ ايه يام دي؟ حرف يام. ايام ايام شاهين. يا مياد ايام ايام وبنعيشها عمرو دياب. يا مياد لا، ايام زي كلمه ياي. سحر عيونه ونظراته اول ما تلاقينا عيني بعاي. ما انت ساعديني يا حبيبتي ساعديني. يا مياد زي كلمه كيب. كيب 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 كيب. لا يا حبيبي كيب كيبي هو كيب. هو هو هو. لحظه يا حبيبتي يا دكتور دي بتهوهو. ده مش فاضل لها غير الهو والواو. حرام عليك. لا قوم تعالى دلوقتي حالا، انا عايزك يلا فورا تيجي. بصي بقى انا هقول لك حاجه. إيه؟ ارسمي الحرف اهو. حرف يام. ايام والله العظيم حرف اللام. انا عرفت حرف اللام. ايوه يا مياد. طب يا حبيبتي قولي كلب هوهوي. لا بهزر بهزر. بقول لك إيه؟ ايه ركزي. قولي مرياله. مرياله مرياله مرياله. طب وبعدين؟ طب هنعمل ايه في اولادنا طيب؟ هنربيهم ازاي باللدغه دي؟ ايه؟ ابننا لما يرجع من المدياسه. ايه؟ انا لساني يا باص. انت بقيت تكيهني يا مياد، بتكيهني وبتتضيق عيالي. لا لا مش كرهه، لا انا احبه احبه احبه. يا بتتضيق عيالي. لو انت من احبه حبيبي بقى كفايه. بصي بصي خلاص، انا هعمل لك عيد ميلادك هنا اهو في البيت، انا عزمت اعضاء النادي كلهم يجوا هنا. بجد هيجوا؟ اه. طب احنا مش عندنا حاجه نقديها لهم. لا انا جبت سعيد السواق قلت له يجيب كل التورت والساليزون والحاجات كلها بتاعت العيد ميلاد يحطها لنا هنا عشان اصحابنا. حبيبي ربنا يخليك ليا. مين بيحب مياد؟ انا. مين بيحب زينب؟ مياد. مين بيخون زينب؟ مياد. انا احب زينب. انا كنت يبوتي يا خيوشي يا خيوشي يا خيوشي. كاكو داهيه في تقل دمكم. يلا يلا حبيبتي بقى امسحي وشك عشان نطلع نستقبل الضيوف. يا انا هروح اظبط شعري وانت استقبلهم. طب ياي ماشي باي. اطلع يا عم باشا. يا مراد باشا. يا مراد باشا ارجع. انت فين يا مراد باشا؟ يا دي اليوم الاسود اللي من اوله. هات يا سعيد الباتونشه. ليه سعيد يروح يجيب الباتونشه؟ ليه عايزين شاليزو يا سعيد؟ سعيد يروح يجيب الشاليزو. يا دي اليوم الاسود على عيد ميلاد المهبب بتاع الاليسه زينب دي. اشفخس عليك يا سعيد. انت بتشتمني يا سعيد؟ ما اقدرش. بتتريق عليا انا ومراتي يا سعيد؟ والله يا باشا ما اقدر اتريق على الاليسه مرات حضرتك. نعم يا اخويا. والله ما اقدر اتريق على الاليسه مراتك يا باشا. الاليسه مراتك؟
انا اسف. اسمها الانسه مرات سعادتك. انا اسف يا باشا. يا حلوف. انا اسف يا باشا، انا اسف. جبت الحاجه؟ جبت يا باشا الحاجه، جبت المكسرات وجبت السلزوه وجبت حمصيه وجبت سمسميه. يا ابني هو مولد النبي يا ابني، انا بعتك دي بحاجه العيد ميلاد. ايوه يا باشا صح، العيد ميلاد جبت البوشومات وجبت السلزوه وجبت الباتون شاليه. جبت التورته؟ لا دي ما عرفتش انطقها. على رايك اه ما عرفتش انطقها. انا اسف يا باشا. بقول لك يا باشا والنبي كنت عايزك في موضوع. نعم. استفسار صغير كده. ما تقول يا ابني، بتقول ايه؟ استفسار صغير. ايه؟ استفسار صغير. فشار حجم صغير؟ لا استفسار صغير يا باشا. استفسار؟ ايوه استفسار صغير. قول كتك ده في لسانك. انت بتديني كام في الشهر؟ 4000. حلو قوي يا باشا، انا بستخدم 3000 بس في الشهر. حلو، في 1000 احوشهم؟ لا انا عايز اعمل بيهم حاجه. هتعمل بيهم ايه؟ عايز اجيب سواق. سواق؟ اه يا باشا سواق يوديني ويجيبنا الشغل سوا ونروح ونيجي. وانت هتعمل ايه؟ لا باشا انا هقعد معاك بقى في الكربه الورانيه ورا ونقعد نقرا الجرانين سوا. ايه تقرا اليوم السابع؟ لا هقرا المصري اليوم. اثبت يالا، انت بتعرف تقرا؟ يا باشا لا انا ما بعرفش اقرا، انت اقرا بصوت عالي. وانت تسمع؟ لا انا هتفرج على السوا. انت متخلف وهتجيب لي شلل. ولا روح يلا امشي من هنا قدامي. يا باشا طب والنبي طلب تاني صغير، والنبي يا باشا امشي امشي يلا. والله طلب صغير قد كده. اخلص. عايز اغني. ما بقاش الا انت اللي تغني يلدغ يا حيوان. يا باشا والله العظيم ده انا بفكر اقدم في جابويس. تقدم في جابويس؟ ايوه. طب اقول لك ايه، غني قوم نادي عشر عيدي واللي عايز يجي والبنات الاسكندراني اللمه دي لمه رجال، وانا هاجي معشي وهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبه جمال. ما توصلش الشوايش الدنيا هتبقى كده كده والمتعلاوية. امشي يا كلب يا تافه اطلع بره. ليه بس كده يا باشا؟ امشي يلا. فين الخدامين يلا؟ موجودين يا باشا من 7 الصبح. طب يلا عشان في ضيوف قد كده عايزين يخدموا على الناس. حاضر يا شباب يا شباب. انت يا عماد خير يا باشا؟ صباح الفل. كلم يا عم الباشا يا عم اللي هيخنقنا ده. انا جايب لك السواق، كنت هجيب سواق ب 1000 جنيه في الشهر والله العظيم. 1000 جنيه في الشهر؟ والله السواق ب 1000 جنيه في الشهر. ده انا بديك 4. مش مهم، انت راجل مغفل، دي مش كشتك. اطلع بره يا كلب. سلام يا باشا. بقى امسك خد دي كمان معاك يلا. اهي هناك اهي. صباح الخير يا باشا. نعم. صباح الخير. فين مراتك؟ مراتي جايه يا باشا. يلا عشان عندي ضيوف قد كده لازم تخدموا عليهم. ما تقلقش يا باشا، ده هيبقى بسرعة. احلى عيد ميلاد في البشريه ان شاء الله. يلا جاهزه يا زوزه؟ يا حبيبي قيب تخيس اهو. يلا كوكو ديوكو حبيبي. ايه العلاقه الحرام دي؟ ده عمال يا مياد يا مياد. انت كل بوله يا دي كمان يا حبيبي. هو ده بعد كده ما يخلف عيل يقعد يهشتكوا، انت كلاني كمان نص، انت كلاني كمان، وقعد يقول لك انت كنت كمان لامه، انت كنت كمان لامه، ويجي يقول لك الواد بيتكلم متاخر ليه؟ في كائنات غبيه بتكلمه. على مباب وتعالى خدم في هناك في النادي وخدم هنا، روح النادي وروح هنا، بقت حاجه باب، روح النادي مفيش فايده، نيجي هنا برضه مفيش فايده، حاجه زي الزفت. نروح اقدم في اي شغلانه في اي نصيبه، نروح النادي الدنيا طراوه وبرد، نيجي هنا برضه برد ومش عارف البرد بيجي منين. اما نادي الزفته تيجي تساعدني، اتاخرت ليه؟ يا اعتماد. انت يا اعتماد يا اعتماد. كنت فين يا اعتماد؟ في ايه؟ انت لابس الشورتي بتاعي يا حاج. معلش انا اسف، البنطلون اتسلت مني بس معلش. اخر مرة كنت اتأخرت ليه؟ كنت بتهاكس في الشارع يا حاج. طب وهي دي حاجة اتأخر يا اعتماد؟ ما اللي بيهاكسني كان ماشي على مهله يا حاج. هو برضه اللي كان ماشي على مهله، ولا انت اللي كنت بتتحرشي بالرجاله يا سفله؟ انت ايه؟ مش انت. انت ايه؟ مش انت. انت ايه؟ مش انت. ايه ده؟ المفروض انا اللي اضرب. انت ايه؟ انت ايه؟ بتمد ايدك عليا يا ابو ليل، بتمد ايدك عليا وانا اللي كنت عامله لك مفاجاه ومش عايز احرق لها لك. ها؟
أرجوك احرق منديهالي. إيه القرف ده؟ يما يما إيه القرف ده؟ يا قسي تورتيجا الجديدة. قصدك مي كساب يا حجة. ما فرقش كتير يا حاج. دقيقة اجي اجي اجي. ودي حلقاها فين يا حاج؟